بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم، واجعله لنا حجة يوم الدين. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات، وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات، وكفر بتلاوتي عنا السيئات، إنك مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إضغام بغير مضغم أو إزهار بغير بيان، فاكتبوا منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان، وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان، ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان، ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان، وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان، وبيد وجوهنا يوم البعث، واعتق رقابنا من النيران، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثقل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط، واسقنا وسط الجنان، وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا بلقائك يا ديان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا، وقائدنا، وسائقنا إلى جنة النعيم. اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة، ومصاحبنا في الوحدة، ومصباحنا في الظلمة، ودليلنا في الخيرة، ومنقذنا في الفتنة، وعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واسبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بستر عيوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا، وسخط بك ذخرنا،
واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتح صلاة الفاتح.